تعالوا 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 تعالوا. مساء الخير اخويا. اكو هنا واحد كلش قوي يقرا الفال، الجماعه يردون يشوفون بختهم. ايه هو لي ورد، تفضلوا منا رجعنا. ها منك؟ ايه سمعتوا؟ يلا الله ان شاء الله يا ربي يعطيكم بخت ورزق حلال ويدللكم دلال. انا اروح، عندي كم نفر منا. يلا يلا روحوا منا، يلا بسرعه، في مال اخوي. يا احنا وين جايين ست حسنية؟ عبالك مثل بيوت السحرة اللي بالافلام. اعذرنا اخويا تأخرنا عليك شوية، كلها من ورا نسيب الاثود، اخرنا بالازدحام. احنا نعتذر من يمك هواية. مو مهم خالة، اني اصلا شفت هنا انه انتو تأخرتوا. شايفة خالة، حتى يعرف تأخرنا هم، ايش قد زين هذا الساحر. يلا تعال فوتوا فوتوا امشي. ابني الساحر اول شيء اقرا فالي اني. اي اشوف اشوف اشوف، وشنو اشوف؟ اكو مشكله براسك، وشلون مشكله كبيره؟ من تزوجت هالرجال ابد ما ريحت وضيع شبابك. والله اهنيك ابني الساحر، صح حكيك، قبل عرفت هو رجلي. خلي نشوف تعرف اسمه لولا. يلا قول شو شنو اسم رجلي. شايف شايف شايف، انت اسم رجلك اول حرف نون واخر حرف نون. والله صدق عرف. والله أهنيك، بس أنت عرفت حرفين من اسم رجلي، منين أعرف إنه أنت عرفت اسم رجلي وما قلت الحرفين بالصدفة؟ لا ما أقبل هيك، أريد تنطيني إياه بالضبط. أخاف نعمان هذا. أنت عرفت اسم رجلي صحيح، زين هسه قل لي شنو دا تشوف بعد؟ أريد تقول لي شغلات مفيدة وثقيلة، الأسماء هاي مو فد شغلة. شايف شايف شايف. انت رجلش نعمان ظهره يوجعه؟ عرف. والله وبالله اهنيك يا ابني الساحر، انا هواية رايحة لسحرة بس بحياتي ما شفت هيك ساحر، كل شي يعرف، يعني هذا مضبوط. زين نعماني راح يطيب لو لا؟ يطيب نعمان يطيب. نيكست. لاخ لاخ يجي لاخ. انا هم شوف لي. شايف شايف شايف، باص وقدامه ناس ياكلون لفة قاس وازدحام. انت رجلك يبيع لفات قاس؟ اي والله صدق عرف، عفي عليك انت شقد ذكي. زين شوف لي راح يمشي شغلنا اخويا، يعني نقدر ندفع اقساط الباص؟ اي راح تدفعون قسط الباص، اكو بركة بفالج، رجلك راح يجيب كومة فلوس وحتى ما يجي مكان يضم بي فلوسه. ان شاء الله ان شاء الله، ما شاء الله حشك كلش حلو عجبني. ها ابني بلاي زحمة عليك، شوف لي حظي بختي اني هم. شايف شايف شايف، يا ريت لو مو شايف، اكو واحد ببيتكم كلش غريب وحركاته مو تمام، حراميه وكلاوتشيه ونصابين. والله عرف دا يحكي عن وائل. اي والله الحكي بالضبط عن وائل. وائل وائل ليش؟ مو وائل، وائل وائل خوش انسان وشريف وحباب، هذا لازم يسووله تمثال. وائل ابني. اي ليش تفاجأتي؟ ابني صحيح كلامك، هو ابني بس ما اقدر اقول بوجهه هو كلاوتشي، ما تطلع من حلق هاي الحكايه. كلاوتشي؟ وين؟ ما صدق. إيه؟ صحيح انا دائما ادافع عنه يم نسيبي ويم اخته، بس ما ابد ماكو براسه حظ. لا عيني وائل خوش انسان، الله انطى للناس كلها ولد بيها حظ، بس انا انطاني مصيبه. لا عيني وائل خوش انسان، انا دا اشوف بالفال. وين ما يخلي ايده تخرب السالفه. اقول لك شي، لو يبقى هيجي أنا راح أتبرى من عنده. لا فدوة ديري بالش خالة، لا تتبرين من عنده،
أنا شايف وائل واحد شريف وصادق كلش، ديري بالك تعوفي، بعد فترة وائل راح يتطور ويصير زنقين ويتغير، وأنا أقولش من هسه شايف بالفال شايف. ابني ممكن تشوف لي أكو شي فلوس راح تجينا بالطريق؟ بس قولي. شايف 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 بيتكم شايف ذهب انتظامتهم. لا هاي شغلات صغيرة تشم محبس وتشم سوار ما بيه نحف. لا أنا شايفكم سوارات. ست حسنية أكو كنز ببيتكم وإحنا ما عندنا خبر. آه بس مكان هذا الذهب مو زين، أكو عين على هالذهب. آه راح يفوت حرامي من البالكونة ويبوك كل هالذهب. يا انت هيك شايف؟ انت طلعي الذهب من المكان اللي ضامته بيه وضميه بغير مكان. انا راح اقرأ وانفخ باذن الله الحرامية ما يلقون الذهب. اوه يا ابني لو تدرج قد ارتاحت مني جيت يمك، احس نفسي مثل الطير طايرة، نفسيتي كلش ارتاحت.